علشان نعرف الفرق ما بين المرض النفسي والاضطراب النفسي، تابعوني. أنا شهير طلعت ودي يوميات طبيب نفسي. في الجزء الأولاني من الفيديوهات احنا حاولنا نشرح بطريقة مختصرة وسريعة جدا مفهوم الصحة النفسية، وجبنا بعض التعريفات سواء من منظمة الصحة العالمية أو من داخل القانون المصري أو بعض النظريات جوه الطب النفسي اللي بتشرح مفهوم الصحة النفسية. في بعض الناس اللي شافت الفيديوهات بتسألني، هو معنى كده إن أنا مريض نفسي؟ أو إمتى أعرف إن أنا مريض نفسي؟ أروح أكشف إمتى؟ بص حضراتكم، المرض النفسي أو الاضطراب النفسي زيه زي بقية الاضطرابات في بقية التخصصات الطبية، هو الحاجة اللي مسببة لي ألم وفي نفس الوقت منعاني إني أقوم بمهامي في الحياة. فلو أنا عندي مغص يبقى أنا كده في حالة ألم، وفي الحالة دي منعني إن أنا أروح الشغل بتاعي، ده مرض. كذلك في الاضطراب النفسي، لو أنا عندي ألم نفسي معين منعني إن أنا أؤدي دوري في الحياة، يبقى في الحالة دي أنا محتاج إن أنا أروح أكشف. السؤال التاني، أروح أكشف بسرعة؟ أروح أكشف بسرعة. ليه؟ لاني انا كل ما انا باخد العلاج بدري او اني انا بتعامل مع المشكلة بتاعتي من جذورها بدري، يبقى في الحالة دي انا بحقق نتيجة افضل. طيب، هل كل موقف يضايقني معناها او كل دقيقة بتحصل لي معناها ان انا مريض نفسي؟ يعني لو مراتي زعلتني او المدير بتاعي قال لي كلمة او حصل لي موقف انا معرفتش اتعامل فيه، هل معنى كده ان انا مريض نفسي؟ بصوا حضراتكم، الحتة دي يمكن في الطب النفسي بتتميز او بتختلف عن بقية التخصصات. في بقية التخصصات او في اي حاجة في الحياة بتبقى لها الحدود الطبيعية بتاعتها، بيبقى لها رينج معين بيتحرك فيه الانسان. علشان مثلا اشخص حمى او اشخص ارتفاع في ضغط الدم او اشخص السكر او اي اضطراب هرموني، في ارقام معينة لو الانسان عدى الحد الاقصى او عدى الحد الادنى، يبقى هو في الحالة دي هو في حالة اضطراب ومحتاج انه يكشف. في الطب النفسي وفي المرض النفسي العملية مش كده، مفيش حد فاصل، مفيش شارب ايدج كده اقدر اقول اني لو عديت الرقم المعين ده يبقى انا في حالة اضطراب نفسي، ولو انا جبت الرقم ده يبقى انا كده اتحسنت او ماشي في مسيرة علاجية كويسة. يمكن في المستقبل نقدر نشرح مفهوم السكيلز اللي جوه الطب النفسي او المقاييس جوه الطب النفسي. لكن جوه الطب النفسي والاضطراب النفسي مفيش حد فاصل اقدر اقيس عليه اني جبت النتيجة المعينة او ما جبتهاش. امال في ايه؟ في حاجة كده بنسميها continuum، متصل كده زي المسطرة زي المتر كده. مثلا متر من 0 لـ 100، الصفر اقل الدرجات انا في اسوأ حالاتي، 100 هي اعلى درجات وانا في احسن حالاتي وسعيد وهانئ وراضي وبأدي في حياتي. كلنا بنتحرك في المسطرة دي صعودا وهبوطا، النهاردة انا 90 بكرة 20، النهاردة 70 بعده 50، النهاردة 50 بعده 60، وهكذا. على مدار اليوم الموضوع ده طالع نازل، على مدار الشهر الموضوع ده طالع نازل، على مدار السنة في المواقف المختلفة في احداث الحياة المختلفة احنا بنفضل طالعين نازلين. بما اننا بنتحرك على الكونتينوام ده او المسطرة دي، امتى اروح اكشف؟ لما ابقى 30 ولا لما ابقى 70؟ برضو هنحاول نحطها كده في شوية نقاط يمكن تساعدنا في تبسيط الموضوع. اول حاجة ممكن تخليني اروح اكشف هي شدة الالم. لو الالم حتى لو حصل في لحظة واحدة، لو الالم بلغ بي من الدرجة انه منعني اني اؤدي في حياتي، انه سبب لي الم لا يحتمل، الم نفسي لا يحتمل،
يبقى في الحالة دي لابد اني اروح اكشف. الالم النفسي ممكن يحصل في لحظة، احنا بنسمع عن التحرش، التنمر، المعاكسات، الكوارث اللي بتحصل للانسان، الحوادث الطبيعية، مواقف معينة، بخسر في البورصة، مش عارف ايه، ممكن في لحظة واحدة، في ثانية واحدة بيحصل لي موقف معين، اسمع كلمة معينة تجيب لي ألم نفسي شديد يستلزم معها اني اروح اكشف. السؤال هو مين اللي بيحدد مقدار شدة الألم؟ الإجابة هي الشخص نفسه. يعني مفيش حاجة اسمها ان مثلا اصل كل البنات بتتعاكس، اشمعنى انت لما اتعاكستي زعلتي او اتضايقتي؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده. ما كل الناس بيتقال لهم كده، اشمعنى انت لما اتقالك كده زعلت او اتضايقت؟ ما هي كل الناس بتبقى بتخسر في البورصة، اشمعنى انت لما خسرت حصل لك كده؟ ما هي كل الناس، لا مفيش حاجة اسمها كل الناس. لا، انا الموقف ده ضايقني، الكلمة دي ضايقتني، بلغ بيها الشدة من الألم انها تأثر على حياتي، يبقى انا محتاج اكشف ومحتاج اني اطلب المساعدة. تاني نقطة غير شدة، اول نقطة هي شدة الألم، تاني نقطة هي الفترة بتاعة الألم بتاعتي، انها تجاوزت الحد المفروض انها ما تتجاوزوش. يعني المفترض ان الموقف بتاعي او الألم بتاعي او الفجعة بتاعتي او الفكرة بتاعتي تاخد مثلا يومين ثلاثة، لا اخدت اسبوع، اخدت شهر، اخدت سنة، اخدت سنتين، يبقى في الحالة دي انا محتاج اني اروح اطلب المساعدة. وكتير جدا من الاضطرابات النفسية جوه الطب النفسي من اساسيات تشخيصها انها تبقى عدت فترة معينة، الفترة دي طبعا موجودة، يعني بيحددها الطبيب المختص. تالت حاجة انها بدأت تأثر على حياتي، سواء على مستوي انا الشخصي او في علاقاتي. بتأثر عليا ازاي في حياتي الشخصية؟ مثلا بدأت اهمل في مظهري او اهمل في منظري، اهمل في نظافتي الشخصية، انا ما كنتش كده، هو ما كانش كده، تمام؟ او انها بدأت تأثر في علاقاتي الاجتماعية، لا هو ما كانش كده. يعني الجملة دايما اللي احنا بنسمعها او اللي بنقيس عليها الانسان ده في حالة اضطراب ولا لا، هو كان ايه قبل كده، كان ايه البيز لاين بتاعه قبل كده، كان ايه الحد الادنى بتاعه اللي كان بيعمله قبل كده. فلو هو ما كانش كده وبقى كده، يبقى في الحالة دي انا عندي اضطراب نفسي. في الاول كان بيعيش وبيصبح وبيروح الشغل وبيتعامل وبيتفاعل وبيضحك وبيبكي وبينبسط وبيزعل زي مشاعر طبيعية جدا، لكن فجأة بدأ تحصل بعض التصرفات في حياته وبعض الاحداث في حياته اللي بيتقال عليها انه ما كانش كده. فالتلات نقاط اللي احنا ممكن نقيس عليهم الاضطراب النفسي هي شدة الالم، الفترة بتاعة الألم، وتأثيرها في حياتي وعلى علاقاتي شكلها إيه. طيب، في سؤال، هل الصورة بتاعة المرض النفسي بتيجي في كل الناس زي بعض؟ الإجابة لا. يعني ممكن يبقى الاضطراب النفسي بيجي في شكل في الرجال مختلف عن السيدات، ممكن. ممكن يبقى يجي في سن عن سن بشكل مختلف، ممكن. ممكن يجي في ثقافة عن ثقافة بشكل مختلف، يعني في بعض الاضطرابات النفسية بتتشخص في ثقافات معينة او في مجتمعات معينة وما تتشخصش في مجتمعات اخرى، ودي ممكن يبقى نخصص لها برضو حلقة تانية منفصلة. هل في بعض الاعراض اللي انا لو لاحظتها في نفسي ممكن تشكل جرس انذار ويخليني اروح اكشف؟ في اعراض بتبقى ملحوظة جدا، يعني زي مثلا النوم، لو انا النوم بتاعي اختلف، برضو نركز في النقطة دي ان انا اللي بحدد البيز لاين بتاعي، انا اللي بحدد الحد الادنى بتاعي، انا بحدد انا كنت ايه قبل كده. فلو انا مثلا بنام 6 ساعات نومي بدأ يزيد او يقل، خلي بالي ان انا داخل في اضطراب نفسي. او
ان جودة النوم بتاعتي ما كانتش يعني مش بالقدر الكافي. يعني انا ممكن اكون بنام 6 ساعات او 8 ساعات لكن صاحي مش مبسوط، صاحي مقرف، يبقى في الحالة دي انا محتاج اروح اكشف. شهيتي للاكل زادت او قلت؟ هو ما كانش كده دكتور، ده بدأ ياكل كتير. لا، ده منع الاكل خالص. يبقى هو ما كانش كده، بدأ يمنع الاكل. يبقى نخلي بالنا، يبقى دي محتاج ان انا اروح اكشف. خلي بالي من المشاعر بتاعتي، هو ما كانش كده، بدأ حزين، بقى يبقى منطوي، قافل على نفسه، بيبكي بدون سبب، بدأ يجيب افكار الموت او الانتحار بصفة مستمرة، هو ما كانش كده. لا، ده بقى مبسوط، ما بينامش، بدأ يصرف فلوس كتيرة جدا، بدأ يضيع فلوس على حاجات هايفة، وقف القطر وفضل يعزم في الناس اللي في القطر، هو ما كانش كده. لا دكتور، ده بدأ يشك فينا، بدأ يفكر تفكير غريب، ما كانش عنده الأفكار دي قبل كده، لازم أروح أكشف. لا دكتور، هو بتلقى رسائل من السماء أو وحي إلهي بيقول له اعمل الحاجة الفلانية، لازم أروح أكشف. لا، بدأ يتخانق مع الجيران، بدأ يحدف الناس بالطوب في الشارع، بدأ يشك في الأكل، بدأ ما يأكلش من إيدينا، لازم أروح أكشف. ده بدأ يهمل في نظافته، بدأ يهمل في مظهره، بدأ يهمل في شكله، لازم أروح أكشف. وفي أعراض تانية طبعا، وفي يعني تشخيصات تانية ممكن نبقى نتكلم فيها. دي كانت لمحة برضو بسيطة ومختصرة وسريعة جدا عن مفهوم الاضطراب النفسي ومفهوم المرض النفسي. أتمنى أني أكون حاولت أني ألقي بعض الضوء على الاضطراب النفسي وإمتى لا قدر الله أروح أكشف. سلامتكم ألف سلامة، وربنا يعافينا جميعا. سلام.